يواصل مرض جدر القرود انتشاره في أنحاء مختلفة من العالم. تم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا حيث يتوطن جدر القرود. إذن ما هو مرض جدر القرود؟ مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. يعتبر مرض جدر القرود هو مرض فيروسي تشمل أعراضه الحمى والصداع والطفح الجلدي. وهناك أيضا سلالتان رئيسيتان، الأولى هي سلالة الكونغو وهي أكثر خطورة لتصل نسبة الوفيات بها إلى 10%، أما الأخرى هي سلالة غرب إفريقيا ويبلغ معدل الوفيات بها حوالي 1%. سؤال آخر، كيف ينتقل مرض جدر القرود؟ إن العدوى تحصل عندما تنتقل بثور المرضى إلى جروح أو أعين أشخاص آخرين، وقد تحدث أيضا من خلال استنشاق رداد به جسيمات من الشخص المريض. وحسب معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن الذكر والأنثى معرضين للإصابة بمرض جدري القرود بنفس الدرجة، لكن تبقى الإحصائيات تؤكد أن أغلب الوفيات في إفريقيا بسبب جدر القرود تتم في صفوف الأطفال. إذن ما هي أعراض مرض جدر القرود؟ فترة الغزو تبدأ من يوم إلى 5 أيام، هي حمى، صداع حاد، آلام بالعضلات، آلام بالظهر، القشعريرة والإرهاق حتى يؤدي إلى الموت. وتظهر علامات جدر القرود كحبات التهابية منتفخة وبارزة، يبدأ على الوجه أغلب الأحيان 95%، وعلى راحتي اليدين والقدمين 75%. للعلم يا أصدقائي، لا يوجد لقاح محدد لجدر القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية بنسبة 85%. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.